وهنعمل دلوقتي المكرونة اللي بالتشيز برجر، يعني مستوحاة من فكرة التشيز برجر. خليني بس اعمل لكم كده عشان تشوفوا ايه اللي هنعمله. عندي مكرونه مسلوقه اي شكل اي نوع اي حاجه، وزي ما تاني هقول ممكن تكون جلوتين فري او بالشوفان. عندي لحمه مفرومه، الناس اللي عندها حساسيه من اللحمه تشيل اللحمه من الوصفه. توم بودره، ملح، بصل بودره، مكرونه مسلوقه، جبنه كريمي، هنا ممكن تبقى مملحه وممكن كمان تبقى بطعم انتوا بتحبوه، مفيش مشكله خالص. جبنة تشادر مبشورة ولبن. بسم الله. هاخد هنا معلقة زيت. انزل عليهم ثوم مفروم، ملح، فلفل اسود، ما تكتروش الملح قوي عشان فيه كمية جبنة في الوصفة. توم بودرة، بصل بودرة، لحمة مفرومة، ممكن تبقى كمان فراخ مفرومة إذا حبيته، ممكن نستغنى عنها خالص ونكتفي بصوص الجبن إذا حبيته. بصي لطيفة قوي قوي لكل الناس اللي بتستصعب تعمل البرجر أقراص ومش عايزة تعمله كده، فدي طريقة اللي هو إيه منه فيه كده لذيذة قوي. تخلي كمان الأطفال اللي مش بيردوا يأكلوا اللحوم يأكلوا اللحمة بسهولة، عشان هتبقى كلها مع المكرونة مع الصوص. استوت اللحمة مع معلقة الزيت والملح والفلفل والثوم المفروم وبصل بودرة وثوم بودرة. هقوم عاملة إيه بقى؟ هقوم جايبة جبنة تشيدر. هنا بقى يا جماعة ممكن نضيف أي صوصات احنا بنحبها مع البرجر، يعني في ناس تحب الباربيكيو مع البرجر، في ناس تحب الساوزند ايلاند، في ناس تحب واتيفر، كل واحد بيحب صوص مع البرجر ممكن يحطه هنا مع اللحمة والجبن. شايفين الجبنة بدأت تسيح؟ شايفين؟ اهي ده النتيجه اللي احنا عايزينها. ومنزله بقى بدل الجبنه الكريمي، ممكن احط قشطه، ممكن احط كريمه، وممكن ما احطش خالص، بس انا عايزاها تبقى الصوص عايزاه يبقى كريمي قوي. واقوم ضايفه شويه لبن او شويه ميه سخنه، واخد بقى ايه كل الكلام ده مع بعضه يبقى عصاج بالجبنه وكريمي. هاخدها هنا احطها في الطبق بتاع التقديم واحدة واحدة كده، اي شكل انتوا حابينه، اي شكل الولاد بيحبوه، سهل عليهم في الاكل، متوفر عندكم في البيت، مفيش مشكلة. واقوم جايبة اللحمة وهحط لها برضو واحدتين تلاتة بقدونس كده لو حبيتوا تكسروا اللون. انا بحب اكسر اللون عشان التصوير الصراحة، لكن لو انا في البيت مش هحطه، يعني مش هبقى عايزة احط اي اضافة من برة الوصفة، ولا عايزة اضيف لها اي طعم تاني، لان هي جميلة في حد ذاتها كده لوحدها. بس انا عشان التصوير دايما بحب ايه اكسر شوية الالوان البيل دي.